يعني المشهد مرتبك، هناك تصريحات جديدة، إذا كان الناس بتنتظر أنه برهان حيتخذ قرارات يقول لك إيجابية تعيد الثقة، وفي نفس الوقت هم بيتهم برهان بأنه تغول على سلطات الجامعات وفصل مدراء الجامعات، وده يعني مزيد من الدكتاتورية. المشهد ده يعني كيف نفهمه؟ له هو فض واضح. إذا أنت طلعته من الفضاء بتاع الشحن الدعائي السياسي بتاعه، أفتكر إنه البرهان مستشعر الأزمة. إحنا قبل شوي كنا نتكلم مع عدد من الأخوان في السودان حولين شنو الماشي في إنه تعيين رئيس وزراء. الأخوان كلهم حاسين إنه في الفترة الجاية في خطوات لتعيين رئيس وزراء. نحن طبعا حريصين إنه يكون في تعيين لرئيس وزراء يعني في الموقع الحيادي اكثر من انه يكون منتمي لاي تحالف او يعني قريب من اي جسم سياسي، وتكون مهام محدوده جدا. اذا البرهان مشى في الاتجاه ده بيكون ماشي في اتجاه انه يتجاوز الازمه، لانه نحن باستمرار قاعدين نقول هم نازل بيقولوا ما في رؤيه سياسيه. نحن بنقول والله الرؤيه السياسيه دي ما بينتج البرهان. البرهان مطالب انه يوجد الاطار السياسي، يوجد الميدان السياسي انه يعين رئيس وزراء، ورئيس الوزراء مهامه هو مهام الانتخاب والانتقال الانتقال الديمقراطي اللي هي دي الدعوه بتاعت المعارضه. المعارضين هسه دايرين والله تحول مدني ديمقراطي، جيب لهم رئيس وزراء وقول يا اخي اعمل انتخابات بعد سنه، اعمل انتخابات بعد سنه ونص، ما يبقى خارج المعركه بعد ما يبقى دعايه سياسيه بتعمل فيها قحط. الكلام اللي قاله عادل المفتي صحيح، انه المعارضه مش في لافتات داخل مكونات الجزئيه، مثلا حزب الامه احنا قلنا كنا نتكلم عن انه فضل الله ابو المناصر عنده راي، وصديق صادق في المؤتمر الصحفي العام الاخير عنده راي ثاني، وفي مجموعات ثانيه ابراهيم الامين عنده راي ثالث، ومريم الصادق عندها راي رابع. ده الكلام بعد اقوله باستمرار يعني. نعم. عمر الدقير عنده برضه رؤيه مختلفه جدا. فالحاصل انه فعلا الازمه السياسيه الماره بها الحكومه صحيح مشاهده ومعروفه، لكن الأزمة السياسية المارة بها أحزاب قحط هي أكبر من الأزمة بتاعت الحكومة. عشان كده دائما باستمرار بقول إنه الفرصة قدام البرهان وقدام حميتي أكبر من إنه هم يعني يتخارجوا ويتفادوا الأزمة اللي هم محيطين بهم، لأنه الأزمة خطوات الخروج منها واضحة جدا يعني.